السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أمهات وتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي الجيل الثاني. سنقوم اليوم إن شاء الله بحل الصفحة 17 من كتاب الفرنسية. إذن سنبدأ على بركة الله. بسم الله. إذن je lis et je comprends يعني أقرأ ثم أفهم. Je lis et je comprends. A. Écoute et répète. أسمع ثم أعيد. Les couleurs. الألوان. Les couleurs هما الألوان يا أمهات ويا تلاميذ. علموا ولادكم بلي les couleurs هما الألوان. هنا عندنا فيولي، روز، فير، جون، مارون، بلون، بلو، غري، أورانج، روج، نوار. هادو يا أمهات ويا تلاميذ، يا أمهات هادو ولادكم يحفظوهم يعني كتابة ويحفظوهم يعني بالهضرة. لازم يحفظوا كيف ينطقوهم وكيف تاني يكتبوهم، لأنهم في يعني في الامتحان وفي الفروض يجيهم يعني سؤال على يعني اللون، على الألوان، ولا قادرين يمدوا لهم لا ميزون ويمدوا لهم الألوان وهما يلونوا لا ميزون. الوغ هادو باش يحفظوهم ولادكم، هادو ايضا يعاودوهم يعني 10 مرات 20 مره حتى يحفظوا الكتابه تاعهم كيفاه، او انهم يقراوهم ويحفظوهم يعني بالقراءه. بالنسبه للتلميذ اللي يعرف يقرا يعني لما يقرا يعني الكلمه يقدر يعرف اللون هذا وش هو، يعني اون جينيرال هادي لازم هادو لازم يحفظوهم الالوان، هادو لي كولور لازم يتحفظوا. بي لي لو تيكست يعني اقرا النص. لي مابل بلون، لي مابل بلون العماره البيضاء، ها هذه هي لي مابل هي العماره، بلون البيضاء لي مابل بلون. Notre immeuble est peint en blanc, mais le dessous des blancs, des balcons pardon, est bleu. Bleu plus foncé que le ciel. C'est très beau, très propre. L'immeuble blanc, هي العمارة البيضاء. Notre immeuble est peint en blanc. يعني عمارتنا العمارة عمارتنا أنا دام أنا دام زوج دقائق برك نكمل. L'immeuble est peint en blanc, mais le dessous des balcons est bleu. Bleu plus foncé que le ciel. C'est très beau, très propre. العمارة هذه لونها أبيض، مصبوغة بالأبيض. Mais le dessous des balcons est blanc. Mais هادو لي بالكون، هادو لي بالكون مصبوغين يعني بالأزرق. Bleu. Bleu plus foncé que le ciel. يعني أزرق أزرق فاتح كيما لو سيال كيما السماء. سي تري بو تري بروبر إنها جميلة ونظيفة ونظيفة جدا. Avec ton camarade relis le texte puis réponds. مع زميلك أو زميلتك relis le texte، اقرأ النص puis réponds ثم أجيب. De quelle couleur est le meuble؟ ما هو لون العمارة؟ إذا notre immeuble est peint en blanc. إذا لون العمارة هو بلون. إذا نكتبو هنا بلون، نكتبو بمينيسكول بلون بلون. إي لي بالكون، إذا لي بالكون اللون تاعهم بلو. لي بالكون بلو. كومون إي لي مابل، كيف هي هذه العمارة؟ هذه العمارة تخي بو تخي بو وتخي بروبر. تخي بو تخي بروبر يعني جميلة جدا ونظيفة جدا. تخي بو تخي بروبر. سي لي لي ديالوغ، اقرأ يعني هذا الحوار. نقرأ الحوار مع بعضنا. جابيت دون لو مابل بلون اي توا ياسين، يعني قالو هذا اللي لابس تريكو روج التريكو احمر، قالو اسكن في العماره البيضاء وانت ياسين. رجع عليه ياسين، ياسين هو اللي لابس تريكو في البلو. مو جابيت دون لا ميزون روج لابا، قالو انا اسكن في البيت في المنزل الاحمر هناك لابا. اذا هذا الحوار فقط نقراوه يعني هذه للقراءه، الحوار هذا نقراوه في القسم.
هنا عندنا هاد لو طابلو هاد لو طابلو راح يبينوا لكم فيه لو نو كوما واش هي هو لو نو كوما هو الاسم اللي يبدا باللا ولا باللو ولا بالان ولا بالان كيما مثال اللي مدوا لكم لا ميزون لو بالكون اون ميزون ان بالكون يعني لو نو كوما هو لو نو اللي يبدا ديما باللا ولا باللو ولا بالان ولا بالان نكملوا L'exercice 1. Entoure les noms communs dans ton cahier. Entoure les noms communs dans ton cahier. Je vais entourer maintenant. Ndouar. Les noms communs, huma hado, huma li yebdaou bil la bleu ou la bil un ou la bil un. Dans ton cahier. Ya'naha ma'naha ala kurastika. Wach hiya huma les noms communs hna? Les noms communs hna rahin nqraouhom, nqraou hado kamel w ntaarfou ala le nom commun. Hna عندنا Lina. Un immeuble. Yassine. La rue, un balcon, Meissa, une fenêtre, le ciel. هنا لينا ما تبدا لا ما تبداش باللا ما تبداش باللو ما تبداش بالان ما تبداش بالان الوغ لينا ماهيش نو كومون هنا ان ايموبل الوغ هنا ان ايموبل هو نو كومون باسكو لا باسكو يبدا بالان ان ايموبل عماره ياسين ماهيش نو كومون لا رو La rue non commun. Allez, parce que tu es double. Un balcon. Tani non commun. Allez, parce que tu es double. Un. Mais ça, mais non commun. Une fenêtre. Une fenêtre non commun parce que tu es double. Une. Le ciel. Le ciel non commun parce que tu es double. Alors. وشو هو لو نو كومون لو نو كومون يبدا برب حوايج يبدا باللا ولا باللو ولا بالان ولا بالان يعني هكذا يا امهات تحفظوا ولادكم دوزيام اكزرسيس ركوبي لي نو بروبر سور طون اردواز انقل لي نو بروبر على اللوحه سور طون اردواز الا هنا عندنا لو نو بروبر لو نو بروبر وشي هو لو نو بروبر الا لو نو بروبر كيما ياسين ميليسا بسكرا هنا لو نو بروبر ديما يبدا بحرف كبير لو نو بروبر ديما يبدا بحرف كبير هنا بدا ب اي هنا بدا ب ام اي ماجيسكول ام ماجيسكول و بي ماجيسكول دوكا باه تفرقوا يا امهات باش تنعتوا لولادكم بين لو نو كومون و لو نو بروبر ايضا التلاميذ اللي قاعدين يتبعوا فيا في لا فيديو لو نو كومون ديما يبدا بلا لو اون ان لو نو بروبر ديما يبدا بحرف كبير ان شاء الله تكونوا فهمتوا يا امهات باش تقدروا تفهموا ولادكم هنا نرجعوا لهنا هنا قال لي ركوبي لي نو سور طون اردواز لي نو بروبر سور طون اردواز يعني انقل لو نو بروبر على اللوحه نقراوهم نقراو هادو لي نو اللي مدوهم لنا الاسامي اللي مدوهم لنا مدو لنا هنا لا ميزون ماجيد الجيري طوم لو شا جيري لا سوري تيارت اون فيل سيتيف الوغ واش قلنا لو نو بروبر قلنا لو نو بروبر ما يبدا لا بلا لا بلو لا بالان لا بالان نبداو نقراو لا ميزون نو بروبر نو ماهوش نو بروبر ماجيد نو بروبر وي ماجيد نو بروبر هذا نهزوه على اللوحه تاعنا ماجيد نو بروبر الجيري ايضا نو بروبر توم ثاني نو بروبر لو شا تبدا الكلمه هذه تبدا باللو يعني راهي نو كوما ماهيش نو بروبر جيري نو بروبر La souris, mais non propre. Tiaret, non propre. Une ville, mais non propre. Sitif, non propre. Alors, n'aude, ou chia houma li non propre, houma magite, algérie, tom, jiri, tiaret, soit sitif. Hena ande na hiwar, had l'hiwar dar bin arba aulad. Siki, had li labs l'violi, gal il hadi tufla, gal ha siki, gal ha men anti. Hadi, li labs l'rose. قالت سياسين سياسين الوغ هذا اللي لابس الفيولي قال سيكي من هذا رجعت لي هذه اللي لابسه الغاز قالت له سياسين قالت له هذا ياسين قالت له فواسي ميليسا ال ابيت ابيسكرا قالت له هذه ميليسا تسكن في بسكرا ال قالت له نسكن في بسكرا فواسي ميليسا ال ابيت ابيسكرا يعني تسكن في بسكرا دي Écris dans ton cahier. Alors, D. Écris dans ton cahier.
La phrase déclarative. شي هي la phrase déclarative. دوك نتعرفوا عليها. La phrase déclarative. Ma camarade habite dans un immeuble blanc. شي هي la phrase déclarative. هذه la phrase déclarative هي جملة. هذه الجملة ديما تبدا الحرف الأول تاعها ماجيسكول وديما تخلص بلو بوان يعني ديما تخلص بالنقطة. أعيد la phrase déclarative ديما تبدا بالحرف الأول ماجيسكول وتخلص بلو بوان يعني بالنقطة. كيما ما كامارات أبيت دون أن إيمابل بلون. هذه هي la phrase déclarative يا أمهات باش تقدروا تفهموا أولادكم وبالنسبة أيضا للتلاميذ اللي راهم يتبعوا فيها في الفيديو. إن شاء الله تكونوا فهمتوا درس اليوم. إلى فيديوهات أخرى إن شاء الله فقط اشتركوا في القناة لكي تصلكم جميع حلول هذا الكتاب. وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.